عليه، لكن يناشد الشرفاء ويناشد الأصلاء والوطنيين ورجال الدين والنبلاء. أين أصواتكم؟ أين منظمات المجتمع المدني؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ ألم يسمعوا؟ ألم يروا ما يحدث؟ ألم يشاهدوا هذه الظلامة التي تحدث علينا؟ أليس من المفروض أن يكونوا على حياد ومعنية واستقلال، وأن يقولوا كلمة الحق يعني، وأن ينطقوا بالصدق؟ يعني نحن نتهم داعش لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. مرجعنا السيد الفقيه قال هذا ضرس قاطع، قال هذا ضرس قاطع، إننا على استعداد لمقاتلة داعش، وقال أنا بنفسي مستعد لمقاتلة داعش إذا كان هناك داعش متواجد. نحن من حارب ويدفع الضريبة، يعني حارب كل هجمة شرقية أو غربية تريد بهذا البلد إلى الهلاك والسفال والانهيار الأمني. مرجعنا هو صاحب المبادرة، مبادرة السلام الأخيرة التي تفضى لها سماحة السيد بنفسه كوسيطا لحلحلة الأزمة الغربية، على أن يكون وسيطا بين القيادة السنية وبين الحكومة العراقية. كيف يكون هذا؟ هذا فعلي على داعش. نحن من دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن متناول وبطش الميليشيات السنية والشيعية. يعني ماذا تريد؟ يعني أمريكا الآن تلعب دورا خطيرا، وإسرائيل اللعينة الفاسقة البغيرة تلعب دورا وتلعب لعبة حقيرة في العراق، خصوصا يعني لأن مرجعنا أرجع مأساة العراق ومصائبه وويلاته إلى أمريكا. نعم. يعني وقال أنه كل ما جرى ويجري في العراق هو بسبب أمريكا هكذا، يعني لأن هذه الكلمة صدرت تحشد الناس وتؤلبها علينا. وماذا تريد دول الجوار؟ يعني ليس فقط أمريكا، ماذا تريد إيران؟ ماذا تريد السعودية؟ ماذا تريد قطر؟ ماذا تريد تركيا؟ لأننا نتعامل معهم، لأننا نتعامل مع جهة على حساب مبدئيتنا ووطنيتنا وأخلاقنا وديننا وشرفنا، يعني يحدث بنا هذا الذي يحدث والذي ترونه. ماذا يريد منا الانتهازيون والمنافقون والمتهيئون والطابعون بالدين الروحانيين والمتخلقين بالأخلاق كذبا وزورا؟ لأننا يعني لأننا لنا كلمة، لأننا لنا رأي. أين الدستور؟ ألم يدخل الدستور حرية الرأي؟ ألم يدخل الدستور حرية العقيدة؟ عجيب وغريب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طالب الحكومة العراقية أن تكف عن هذا التعامل، وأن تطلق سراح المعتقلين، وأن ترجع إلى رشدها، وأن تتعامل بحكمة وبروية مع